أهلا بكم. نقاش من الميادين ونناقش فيه. قادة إكواس بين جزارة الحل السياسي وعصا الحل العسكري، هل هو ارتباك أم ضغط على المجلس العسكري في النيجر؟ معهد انترسبت الأمريكي يؤكد تفوق الصين على الولايات المتحدة في مجالات عسكرية عديدة، أهو تراجع أمريكي أم تقدم صيني؟ استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة نادي الوحدات الأردني رفضا لمواجهة نادي إماراتي يضم لاعبا ارتدى قميص المنتخب الإسرائيلي. ضباب يطغي على الموقف الأفريقي والدولي تجاه النيجر، تارة تهدد إكواس بالتدخل العسكري وطورا تلوح بحل سلمي، واجتماع مرتقب لقادة جيوشها الأسبوع المقبل. نتابع التفاصيل مع حبيب عز الدين. برغم تهديدها بالتدخل عسكريا في النيجر، ما زالت مجموعة دول إكواس تراوح مكانها، وموقفها عالق بين خيارين: تدخل عسكري أم حل سياسي. فبعد إعلان رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن قادة إكواس أعطوا الضوء الأخضر لبدء عملية عسكرية في أقرب وقت ممكن، لم تتبنى نيجيريا على نحو مباشر هذا الخيار، إذ قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو إن كل الخيارات مطروحة وإن المجموعة تتمسك بدعم النيجر نحو استقرار سلمي. إكواس كانت قد أمهلت المجلس العسكري في النيجر 7 أيام، وإلا فستتدخل عسكريا، فانقضت المهلة ولم ينفذ التهديد، بل تراجعت النبرة إلى الحديث عن مساع لحل دبلوماسي بالحوار، مع إبقاء استخدام القوة خيارا مطروحا من دون تقديم تفاصيل عن ذلك. وفيما كان اجتماع لقادة أركان دول إكواس مقرر انعقاده يوم غد في غانا، أعلن المتحدث باسم المجموعة إرجاءه إلى الأسبوع المقبل. فهل يحدث التدخل العسكري في الوقت الذي يطالب فيه الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين، وبالتزامن مع تحذير الولايات المتحدة للقيادة العسكرية النيجرية؟ سنواصل التركيز على الحل الدبلوماسي للوضع في النيجر. أعتقد أن زملائنا في وزارة الخارجية تحدثوا عن بعض تلك الجهود فيما يخص آليات التواصل. حصلت النيجر على الديمقراطية بصعوبة، ولذا فإننا سنستمر في التركيز على العمل لتحقيق هذه الغاية، ونؤكد مجددا أن الوضع هناك لا يزال متقلبا، ونواصل مراقبته من كثب. في خضم ذلك، يرفض المجلس العسكري النيجري كل الدعوات الدولية إلى التنحي وإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، ماضيا في خطواته عبر تأليف حكومة جديدة ومعلنا التأهب لمواجهة أي احتمال. فأيهما ستغلب على المشهد، لغة الحوار أم القوة؟ نناقش هذا الملف مع الأكاديمية والباحثة في الشؤون الجيوسياسية الدكتورة سيلين جريزي، معنا من باريس. مرحبا بك معنا دكتورة. أقل ما يوصف به مشهد ضبابي يغطي مواقف إكواس، ما هو سبب هذا التذبذب؟ لماذا يترك الباب مواربا لحل سياسي ويلوح بالحل العسكري والمواقف بينه وبين؟ ما هو السبب المباشر؟ أول مرحبا بكم، مرحبا متابعي القناة. هناك مجموعة من الأسباب المباشرة، منها أن قد يكون هناك، لا أسميه تسرع، يعني هناك تعامل بعاطفية مع الموضوع، لأن ما هناك مثل يقول ما يحصل في بيتك اليوم في بيت جارك اليوم قد يحصل في بيتك، يعني الكل متخوف من أن يتم، يعني إذا تم انتصار أو مرور هذا الانقلاب سيكون يوم غد في دولة من دول الاتحاد الإفريقي أو دول سيداو أو الإكواس. هذا من جهة. من جهة ثانية هو إمكانية، هناك نقطة لوجستية مهمة بين المنطق أو ما بين الممكن وبين الذي يقال. يعني عندما يلوح بالتدخل العسكري، هناك مجموعة من الدول مثل السنغال، كوت ديفوار، ساحل العاج وغيرها تقول أنها ستعطي إمدادات عسكرية، يعني مسألة لوجستية على بل ما يعني لكي تصل هذه الإمدادات إلى النيجر قد تأخذ أيام لنقل أسابيع، في حين أن الموضوع أن الانقلابيين أو الحكومة الانقلابية تعزز من شرعيتها. لاحظنا أنها في بداية الأسبوع قد اختارت رئيس الحكومة، ويوم أمس أو أول أمس قامت بحكومة لتعزز
شرعيتها ونفوذها ولتظهر للعالم. نحن لاحظنا أن الحكومة اختيار الحكومة ليس اعتباطيا، يعني أكثر من الثلثين هم مدنيون، يعني أنهم يمتازون أو يتميزون بشرعية كل الشرائح الاجتماعية والإثنية في النيجر. لذا هناك أيضا الضغط الدولي. هناك نقطة مهمة للإكواس، هي أن الكل يتهمها بأنها قد تكون أيضا تتبع لقرارات أو خيارات فرنسا، لكن هناك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية التي تشدد على عدم رغبتها في أن يكون هناك أي تدخل عسكري. فرنسا تقول أنها تحاول أن تتنصل، تقول أنها ستتبع ما ستختاره الإكواس لكي لا تحكم عليها بالتدخل مرة أخرى في الشؤون الدولة لها عامة، سيادة طيب ودستور. لذا تفضل. دكتورة، وهو بخصوص التدخل العسكري، لأنه يعني الذهاب إلى الخيار العسكري خصوصا مع حديث قائد عسكري من إحدى دول إكواس، نقلت هذا الحديث الول ستريت جورنال، يقول التحضير لتدخل عسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر قد يستغرق 6 أشهر. هذا أكيد. وقت طيب، إذن ما هي الحاجة لهذا الحديث المتكرر عن تدخل عسكري واجتماع قيادات الأركان يوم السبت؟ هو الحديث عن التدخل العسكري قد يكون هناك مجموعة من النقاط يجب الإشارة، هناك مجموعة من الخبايا وأشياء تمر في الكواليس لا تذكر بتاتا في الإعلام، منها مثلا الوساطات القائمة من دول إفريقيا، وهناك حوار على عكس ما يدرج له مع القوات الانقلابية. هناك حوار، هناك أيضا اقتراحات بحمايتهم وحماية أهاليهم وانتقالهم إلى دول إفريقيا أخرى. هناك مجموعة من الأوراق التي ستبسط. ما تحاول الإكواس من وجهة نظري هو أن تعيد الميزان أو ميزان القوى إلى نصابه، يمكنها بعد ذلك الضغط على الحكومة الانقلابية. لكن أن يمكن للإكواس التدخل عسكريا، الإمكانية الوحيدة هو التدخل عبر إحدى القواعد الأجنبية. نحن نعرف أن مثلا هناك أكثر من 1500 جندي فرنسي متواجد بعين المكان، هناك قاعدة أكبر القواعد الفرنسية بعد قاعدة جيبوتي متواجدة هناك، أيضا هناك 3 قواعد أمريكية متواجدة بعين المكان، بالإضافة إلى قاعدة درون أو طائرات بدون طيار بأحدث التقنيات. قد تكون هذه الإمكانية التي يمكن التدخل بها السريع والعاجل. نحن نعرف أن تدخلت القاعدة الأمثلة قواعد أمريكية وقاعدة فرنسية ستسحق المنطقة سحقا تاما، لكن هناك قانون دولي يحكم، لا يمكن لهذه الدول التدخل إلا إذا كانت هناك إمدادات بطريقة غير مباشرة أو لنقل موازية، أو حصل هناك موافقة على أن يكون هناك هجوم عسكري. وقتها فرنسا قالت أنها ستدعم موقف سيداو أو الإكواس، وإذا كان الهجوم عشريا فهي بكل تأكيد ستمدها بالأسلحة مثل ما يحصل الآن في أوكرانيا. ما طيب. عدا ذلك أفريقيا أولا ليست لديها تلك القدرة الكبيرة، هناك المسائل اللوجستية مثل ما تفضلت وذكرت، وهناك أيضا المسائل الداخلية داخل كل دولة من دول سواء الاتحاد الأفريقي أو الإكواس، يعني هي عندهم مشاكل داخلية لا تسمح لهم ببسط الأمن داخل دولهم الخاصة، فكيف يمكنهم الانتقال هذه إلى نقطة مهمة دكتورة، لأنه مع الحديث من إكواس عن تدخل عسكري ومع هذا الدعم الفرنسي لإكواس والأمريكي والغربي بصورة عامة، المجلس العسكري في النيجر يبدو أنه يلقى قبولا من غالبية الشعب. حتى قبل قليل كانت هناك تظاهرات في نيامي مؤيدة للمجلس العسكري. كيف سيتم التعامل مع هذه النقطة، نقطة الشارع في النيجر؟ هذا أولا. وأيضا الدول الداعمة للمجلس العسكري، نتحدث هنا عن مالي، عن بوركينا فاسو. بالنسبة لمالي نافاسو هي دول على الأقل لا زالت إلى يومنا هذا دول هشة، هي تدعم لأنها قامت بنفس الحركة قبل سنوات. نحن لاحظنا ما حصل بمالي أو ما حصل أيضا بوركينا فاسو وقبلها دول أخرى في المنطقة. لكن الشارع اليوم قد يظهر أنه يدعم الجيش أو لنقول يدعم هذا الانقلاب لأنه بالنسبة لهم متنفس. هناك مجموعة من السيناريوهات سأذكر لك أحدها أو الذي يظهر للأكثر قبولا، هو أن الشارع مدعوم أيضا من قوات خارجية. أنا من وجهة نظري وعلى خلاف أكبر التحليلات، يعني عامة يقال بأن روسيا لديها يد، صحيح روسيا قد تكون لديها يد، فاغنر قد يتدخل قبل ذلك، لكن أنا أرى بنظرة زومية بالرجوع للوراء أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من لا تريد لفرنسا أن تستمر. وإذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدعم
فرنسا وموقفها في المنطقة، ستقدر فرنسا على الرجوع أو مساعدة بازوم أو غيره للرجوع إلى حكم دستوري، ما لم الانقلاب من وجهة نظري يلاقي مباركة مجموعة من الدول، خاصة وأن محمد بازوم كان محسوبا على فرنسا، هو رجل فرنسا وعينها ودراعها في هذه المنطقة على وجه التحديد. يعني كانت هناك قمة قبل أشهر في باريس ولم يحضر لها من إفريقيا سوى محمد بازوم. لذا فمسألة هذا الانقلاب هي ليست فقط رهينة على مالي أو البوركينا فاسو أو حتى روسيا، هناك أيضا قوى غربية في الظاهر تظهر حليفة أو شريكة لفرنسا، لكن في نفس الوقت ملت من هذا التواجد الفرنسي. فرنسا التي تعتبر إفريقيا مربعها التاريخي، هناك في الكواليس أشياء فظيعة لا زالت تحصل بين فرنسا وهذه الدول، مثل طبع العملات، مثل ما يسمى بالضريبة أو الضريبة الفرنسية تجاه هذه الدول التي لا زالت تدفع إلى الآن. هناك أيضا العمل، أيضا السيفا أو الفرنك الفرنسي لا زال متداول. هناك هذه الدول لا زالت تحت العباءة الفرنسية، وإخراج فرنسا من هذه المنطقة سيجعل من دول أخرى منافسة. يعني أنا من وجهة نظري أن أمريكا تفضل لو كانت هناك في هذه المنطقة منافسة روسية أو حتى صينية على أن تظل فرنسا. فرنسا لم تعد محبوبة في هذه المنطقة، خاصة بعد وصول إيمانويل ماكرون وهذا الأسلوب المتعالي الذي يعامل به إفريقيا وهذه الدروس. يعني نلاحظ كلما التقى طيب. برئيس إفريقيا وكأنه يعطي دروسا، هذا إذن لم يعد. إذن الثابت الوحيد بهذه المعادلة هو الوجود أو الحضور الفرنسي سواء في النيجر أو في البلدان التي سبقت النيجر وقامت بانقلابات عسكرية، هو لم يعد ذلك الحضور الفرنسي كما كان. لكن هذه المواقف الداخلية الداعمة، الآن نتحدث عن النيجر وتحدثنا عن الموقف الشعبي الداعم، بالإضافة لموقف غينيا، بوركينا فاسو، وأيضا يعني مالي، ألا يصيب ذلك إيكواس بتصدع ويجعلها تتراجع أو تفكر في الخطوة مرات ومرات قبل الذهاب لخيار عسكري؟ وهنا أيضا نريد أن نسأل عن خطورة ذهاب مجموعة إيكواس لتدخل عسكري فعليا في النيجر مع وجود متشددين ومع وجود الكثير من المخاوف والارتدادات السلبية. هناك إمكانية الذهاب الإكواس لمواجهة عسكرية بجنودها وجيوشها، أنا أستبعده على الأقل في الوقت الحالي، لأن بين التنظير شيء وبين الواقع شيء ثاني. هم تكلموا عن القوة الاحتياطية أو الجيش الاحتياطي، والناس عندما سمعت بالجيش الاحتياطي تظن أن هناك شيء مهول. الجيش الاحتياطي هي طلبت بتفعيل ولم تطالب بتدخل، هي قالت سنفعله. هذا الجيش الاحتياطي هو 6000 شخص من كل منطقة يمكنهم التدخل، وليس تدخل عسكري، هو تدخل يكون للتعزيز في بعض المناطق لا أقل ولا أكثر. لذا فمسألة الدخول في الحرب، هناك أيضا صدع، هناك انشقاق داخل المنظمة الإكواس أو حتى داخل الاتحاد الإفريقي بسبب مجموعة من المواقف. هناك أيضا الجزائر أيضا أو التي لا تريد، الجزائر هي أيضا قوة مهمة في المنطقة. كما يوجد هناك شرخ على عكس ما يظهره الانقلابيون حاليا بأن الجيش كله ملتحم، الجيش ليس ملتحما. يعني الجيش النيجيري هو من أضعف الجيوش لأنه كان متمزقا بين عمليات الإرهاب بين الجهاديين مع الفرنسيين وغير ذلك، لكن أيضا في الجنوب كان هناك لديه بوكو حرام وأيضا الإثنية. وهذا أظن هذه النقطة المقبلة التي قد سنلاحظها في الأيام المقبلة الذي ستلعب عليه سواء السيدياو الإكواس وأيضا فرنسا ومن يريد أن تقام حرب. لن تكون هناك حرب خارجية بالمعنى المنتظر، لكن من وجهة نظري ستكون هناك دعم لمجموعة من هذه الجهات أو الإثنيات التي ستقوم بزعزعة الموضوع، وهي من ستطيح. يعني نحن لاحظنا أن الكل يتكلم على أن الحل يجب أن يأتي من الداخل، وأنا أظن أن تفعيل المشاكل العرقية والإثنيات هي التي قد تنهي هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى. لكن مسألة الحرب، إذا بدأت الحرب في النيجر فقد تلمس كل المنطقة. الموقع الاستراتيجي للنيجر هو موقع مهم جدا، إذا لاحظنا في كل الحدود البرية كلها الدول هي شهدت انقلابات، لديها مشاكل، لدينا ليبيا، لدينا تشاد، النيجر، مالي، كلها دول تهدد الأمن ليس طيب. فقط الداخلي، أيضا الأمن الخارجي بمسائل الهجرة إلى غير ذلك. دكتورة الموضوع تفضل. سؤال أخير، طالما ما زالت هناك أوراق للعب فرنسيا وبالتالي لإكواس، هل يمكن أن نشهد خلال الفترة المقبلة تباينا في الموقف الفرنسي والأمريكي؟
هناك تباين اوريدي يعني في الموقف الفرنسي والامريكي. اولا هناك نقطه لا يمكن التوقف عندها كثيرا ولم يتم التوقف عليها، هو ان البنتاغون قد اصدر قبل يومين بان روسيا ليس لديها اي يد فيما يحصل في النيجر، في حين ان فرنسا اصدرت مقالا وبحثا يعني من عشرات الصفحات يقول بان روسيا متموقعه داخل ذلك وتزعم ارسال قواتها. يعني هذا اول تباين. ثاني شيء هو ان البلينكين او المسؤولين الامريكيين يرفضون رفضا قاطعا التدخل العسكري، حتى في بياناتهم وتصريحاتهم يشددون على عوده النظام الدستوري ويرفضون تماما الموقف العسكري، في حين ان فرنسا تتموقف مع الاكواس في موقفها حتى لو كان عسكريا، في حين ان امريكا ترفض ذلك وتقول بان ذلك سيجر المنطقه. هناك مليارات الدولارات الامريكيه المستثمره داخل هذه المنطقه وفي النيجر بالضبط، لذا فمصالحها كبيرة وتريد موطئ قدم أكبر من الموطئ القدم الفرنسي، لأن لا أحد يعرف النيجر ولا إفريقيا عامة مثل فرنسا. يعني فرنسا تغلغلت في داخل هذه الدول، استعمرتها، نهبت ثرواتها، وتعرف أيضا من أين تؤكل الكتف، هذا الكتف الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تبتره بطريقة سلسة حتى وإن لم يظهر ذلك لا سياسيا ولا دبلوماسيا ولا حتى إعلاميا. شكرا جزيلا لك يا دكتورة سيلين جوريزي، الأكاديمية والباحثة في الشؤون الجيوسياسية، كنت معنا من باريس. إذن مجالات عسكرية عديدة تختلف أو تتخلف فيها الولايات المتحدة عن الصين. ما هي هذه المجالات؟ كيف تمكنت بكين من التقدم برغم العقوبات الأمريكية؟ التفاصيل في تقرير حسين السيد. تفوق عسكري تسجله الصين على الولايات المتحدة، ركود في الهيمنة العسكرية الأمريكية، والصين تلحق بالركب بسرعة. هذا ما أكده تقرير لموقع American Enterprise Institute الأمريكي. تعمل بكين بنجاح على الاستفادة من المزايا الهيكلية غير المتكافئة وفق الموقع، مثل اندماجها العسكري والمدني وموقعها الجغرافي في المحيطين الهندي والهادئ للوصول بسرعة إلى التكافؤ مع القدرات العسكرية الأمريكية أو تجاوزها. عشرة مجالات تثبت بكين تفوقها فيها، أبرزها وفق الموقع مجموع الاستثمارات العسكرية وصواريخ الفرط صوتية وحجم الأسطول البحري وقوته، إضافة إلى نظام الدفاع الجوي المتكامل. هذا فضلا عن تفوقها في مجالات الفضاء والعمليات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، كما أنها وفق التقرير تتفوق في عمليات المنطقة البحرية الرمادية، وهي سياسة صينية قائمة على تحقيق مكاسب إضافية في بحر الصين الجنوبي والشرقي من دون الوصول إلى صراع مسلح، نتيجة أكدتها بكين منذ 3 أعوام. تقرير القوة العسكرية الصينية لعام 2020 الصادر عن وزارة الدفاع أشار إلى أن بكين حققت بالفعل التكافؤ مع واشنطن أو حتى تجاوزتها في كثير من مناطق التحديث العسكري. تفوق تواجهه واشنطن بتكثيف العقوبات، أخيرا أعلنت فرض حظر على الاستثمارات الخارجية للشركات الأمريكية في بلدان عديدة أبرزها الصين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وخصوصا الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، وذلك في محاولة منها لإبطاء عجلة التقدم الصيني. ينضم إلينا من شينيانغ الخبير في الشؤون الصينية الأستاذ جاد رعد. مرحبا بك معنا أستاذ جاد رعد في نقاش. نسأل أنه الصين كما يقول التقرير تكافأت مع الولايات المتحدة في الكثير من النقاط المهمة والاستراتيجية، وربما فاقتها في نقاط، وربما تسير بسرعة لتتفوق على الولايات المتحدة في نقاط أخرى. ما خطورة ذلك على معادلة العلاقة بين البلدين؟ يعني بصراحة الصين بموقف رسمي قالت بوضوح أنها لا تسعى لكي تحل مكان الولايات المتحدة الأمريكية أو لا تنافس على أولوية وكل هذه المقولة الأمريكية، ولكن ما يقض مضاجع الأمريكيين هو أن يكون هناك طرف، أي طرف إن كان، يقول الحقيقة. ولا شك في أن الحقيقة إن كان في الصين، إن كان في الشرق في الصين أو في الغرب، لا تتلائم ولا تتلاقى مع
مع نوع أو سيستم أو منظومة سعى الغرب والأمريكيين خاصة منذ عقود لفرضها على أساس أنها الحقيقة الفعلية للعالم، وهي تجافي الواقع، وبالتالي الصراع يبدأ من هنا. هذه نقطة. والنقطة الأخرى وهي أن كل الصراعات إن كانت عسكرية أو سياسية حول العالم الأساس فيها هو المصالح المالية، ولما كان الاقتصاد الصيني يتقدم بسرعة فائقة وهو على الأرجح تجاوز الاقتصاد الأمريكي بخطوات، وبالتالي ماليا الصينيين تجاوزوا الأمريكيين، هذا ما يقود مضاجع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هناك سعي أمريكي للحفاظ على التفوق الأمريكي عالميا، عندما تقوم الصين بهكذا خطوات وتنافس الولايات المتحدة مع وجود مخططات للصين فيما يخص تايوان وضم تايوان كاعتبارها جزءا من الصين، بالتالي هذه ملفات مهمة وخطيرة. هل يمكن أن تؤدي لنشوب صراع واضح وحاد بين الطرفين؟ نعم بالتأكيد، لأن الأمريكيين وإن كان قد تمظهر الوضع بسبب ما حصل في أوكرانيا أصبحت الصورة أوضح أن الأمريكي يريد أن يقاتل من تحت الطاولة، ولكن يريد أن يقدم الطرف المقاتل الذي يحترق يكون محلي، في حين أن الأمريكي يقاتل من بعيد. هذه الصورة وإن ظهرت بوضوح في أوكرانيا، لكن ما زال هناك أطراف مثل تايوان وكوريا الجنوبية لا تزال تحت هذا الغلاف، ولا تزال تؤمن بأن الأمريكي صديق. ولكن من ناحية أخرى الصين لا ترى في موضوع تايوان حاجة لنزاع أو منازلة عسكرية، لأن تايوان بحسب القوانين التايوانية قادمة إلى انتخابات رئاسية في العام 2024، وهذا الحزب الذي يحمل اسم التقدم الديمقراطي لا أمل له بالفوز، والأوراق الأساسية في الصناعة وفي الإنتاج وفي الاقتصاد وفي السياسة كعلاقات دولية عدا الولايات المتحدة الأمريكية كلها أصبحت تصب في عكس مصلحة الرئيسة تساي، وبالتالي الصين من وجهة نظر منطقية تنتظر هذه الانتخابات لترسو على حزب الكومينتانغ، وبالتالي تتغير الصورة بشكل جذري. وكلنا نعرف أن كبار مسؤولين الكومينتانغ أرسلوا مبعوث يمثلهم إلى بيجين، وهناك مفاوضات إيجابية ونتائج إيجابية جدا، وبالتالي موضوع تايوان بالنسبة للصين لا حاجة لمنازلة عسكرية. الوضع المتأزم كما ذكرتموه في التقرير هو في المجالات الأخرى، في مجالات الفضاء، في مجالات وهو التنافس. هذا السؤال فعليا، هذا السؤال الذي أريد أن أطرحه عليك، يعني أبرز هذه المجالات التي تتكافأ فيها الصين مع الولايات المتحدة مجموعة الاستثمارات العسكرية، الصواريخ الفرط صوتية، حجم الأسطول البحري وقوة هذا الأسطول، نظام دفاع جوي متكامل، التصنيع والقاعدة الصناعية التكنولوجية، المعادن والعناصر الأرضية النادرة، عمليات المنطقة الرمادية دون الصراع المسلح، مجال الفضاء، العمليات السيبرانية، الذكاء الاصطناعي. بالتالي نحن نتحدث عن صناعة نظام عالمي متعدد الأقطاب بهذه القوة الصينية. كيف يمكن أن نوصف هذا النظام العالمي؟ لنأخذ أي من هذه النقاط التي ذكرتم لنستعرضها من وجهات نظر مختلفة، الصينية ثم على صعيد المنطقة ثم على صعيد العالم. إذا أخذنا مثلا موضوع السباق في الفضاء، نحن نعرف أن الأقمار الصناعية التي تملكها شركة بايدو والعاملة حاليا عددها 36 أو 39، في حين أن كل أقمار نظام الغربي GSM لا يتجاوز 25 قمر صناعي في الخدمة، وبالتالي المنظومة الصينية متفوقة. ولكن بشكل عام إذا أتينا لنتحدث إلى أي مواطن حول العالم، وإن كانت الإنترنت مفترض أنها تقرب المعلومة الحقيقية، ما زال أي مواطن وإن كان يستخدم الإنترنت يعتقد أن نظام GSM هو الأقوى. وبشكل عام مثلا لا أحد يعلم أن هناك غواصة أمريكية كانت تتجه إلى جوام ضاعت
رغم اعتماده على نظام الجي اس ام والانظمه العسكريه الامريكيه، في حين لا يوجد حادث مماثل للاليات او لاي اليه تستعمل نظام بايدو. وبالتالي نرى ان رغم توفر المعلومات الواضحه والاحصاءات الشفافه وكل هذا، الصورة عادة كما تبث في الإعلام الغربي أو كما يروج لها غربيا تجافي الواقع، وبالتالي هذا يضع ما يسمى رأي عام عالمي بصورة معينة في إطار معين بعيد كل البعد عن حقيقة ما يجري. وبالتالي عندما نأتي إلى حقيقة الصراع، الصورة المسقطة في أذهان معظم الناس لا تمت بصلة إلى حقيقة الصراع، وبالتالي هذا العالم المتعدد الأقطاب فيه العلوم وفيه العسكر فيه الاقتصاد وفيه الإعلام. الصين وحتى أقله منذ بداية الحرب في أوكرانيا، الصين قالت أن هذه الحرب لن تنتهي قبل ولادة عالم متعدد الأقطاب يشمل كل هذه النقاط. وبالتالي نحن نستذكر أقله، يعني لأنني أتذكر أنني حضرت فيديو ممنتج على قناة الميادين، عندما كانت مركبة صينية تعود من الفضاء، قامت القيامة على أساس أنها ملوثة وما سيحدث من أشياء سيئة. وأنا أتذكر فيديو شاهدته على قناتكم يقارن بين هذه الأقاويل والأمر نفسه، يتعلق بمركبة أمريكية عادت قبلها بسنوات، كان التعليق عليها من الإعلام خلال بث مباشر أنها تعود بعد أعمال علمية تقدم الخير للإنسانية وكل، يعني العملية ذاتها لمركبة أمريكية تعود ولمركبة صينية تعود. إذن أستاذ جاد، القضية قضية إعلام، يعني وحتى ما يشاع أنه إذا لم تشارك في صناعة الأخبار فستكون ضحيتها. بالتالي ما ينقص، هل تريد أن تقول أنه ما ينقص الصين هو فقط الإعلان؟ لأنه حتى بفيروس كورونا تم تجسيد الموضوع وكأنه بسبب الصين، وتمت معادلة الجالية الصينية في الكثير من البلدان حتى. نعم، مسألة الإعلام لا سيما الآن، يعني حتى الآن كل الجلسات التي خضع لها ابن بايدن في القضاء الأمريكي لا تزال بعيدة عن الموضوع الأساسي الذي فجر الصراع، الموضوع الأساسي الذي جعل مذكرة الاستحضار من الشرطة الأمريكية هو الكمبيوتر الذي وجد عليه معلومات مرتبطة بشركة تعود لابن بايدن موجودة في أوكرانيا، وهي متهمة بعمليات مخبرية لها علاقة بهذا الفيروس. وبالتالي بدأت القصة بشيء واضح متعلق بفيروس كورونا مرتبط بابن بايدن، لتنتهي بأن ابن بايدن يعاقر الخمر ويعاشر النساء وأشياء لا تمت لحقيقة الأمر الأساسي بصلة. وأنا كما قلتم، الصين عندها نقطة ضعف في الإعلام، ولكن يفترض أن الإنترنت إذا كان فعلاً الإنترنت على صعيد العالم يوفر المعلومات الصحيحة للجميع، المعلومات المتوفرة يجب أن تكون كافية لتقلب الحقيقة في أذهان الجميع. ولكن المشاكل أو التأثير السلبي يأتي من إسقاطات جرى زرعها منذ عقود، في بعض الأحيان كانت دينية، في بعض الأحيان كانت تأليب الإخوة على بعضهم البعض أو صراعات إثنية، وبالتالي اعتمد على نظرية خطيرة جدا أن ذاكرة الناس قصيرة جدا، يمكن أن تكذب عليهم اليوم ينسون غدا ليتلقون الكذبة الأخرى، وبالتالي تواصل الكذب يوما بعد يوم. وفي ذلك الوقت كانت الصين تستعمل منتهى اللياقة إلى أن تفجر الوضع أيام ترامب، و هذا ما رأيناه في أحد المؤتمرات الصحفية للخارجية الصينية عندما قالت المتحدثة: إذا أردت أن تعلم ما معنى وغد عليك أن تنظر إلى وزير الخارجية الأمريكي. هنا أصبحنا نوع ما الند للند. طيب أستاذ جاد، حتى يعني نجمع الفكرة،
لو نتحدث، وأنت كما تحدثت ونقلت عن الحديث الصيني بأنه هذه المواجهة مع الأطلسي في أوكرانيا سوف لن تنتهي إلا بتشكيل نظام عالمي جديد، بعيدا عن كلام وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر عندما يتحدث بأنه القوة الآن لدى الصين ولديها ما يؤهلها لصناعة أو للمشاركة في صناعة نظام عالمي جديد لما تمتلكه الصين من مؤهلات، أين هو موقع الصين تحديدا؟ لأن هناك مشاريع عملاقة على صعيد الكوكب للصين فيما يخص طريق الحرير، فيما يخص أفريقيا، الوصول لأفريقيا وانتشار الصناعة الصينية بشكل كبير أو المنتج الصيني. أولا أبدأ من النقطة الأخيرة، انتشار المنتج الصيني ليس كما يقول الطرف الغربي، هو ليس أن الغرب أراد التعاون مع الشرق أو أراد التعاون مع الصين، الغرب اعتمد على المنتج الصيني لأنه أقل كلفة وهناك كتلة كبيرة من السوق الغربية لا تقوى على شراء المنتج الغربي، هكذا دخل المنتج الصيني، ومع الوقت تحسنت نوعية المنتج الصيني وظل سعره أرخص بكثير من المنتج الغربي، وتغيرت موازين القوى، فرأينا مثلا أن جنرال موتورز أصبحت في الصين وصينية أكثر مما هي أمريكية، الأمر ذاته على بي أم أو جولف أو غيرها، وبالتالي هو ليس لا حب عادة من الغرب. كما ذكرتم أيضا مبادرة حزام وطريق هي مشروع واضح لسياسة عالمية جديدة متعددة الأقطاب، أول من انفتح عليها واستفاد منها وهذا واضح للعيان هي القارة الأفريقية، وتوسعت فيما بعد إلى أماكن أخرى، ولكن إذا عدنا إلى ذاكرة جماعية طويلة وجيدة نحن نرى فارق شاسع بين أن تعمل الصين على اتجاه الكل رابح وبين أن يعمل الغرب على أن القارة الأفريقية أو الشرق الأوسط هو منبع ثروات، وفي اللحظة التي يرفض أوامر الغرب يدمر. هو انتهى الوقت، لكن بجملة واحدة، إذن هو تقدم صيني وركود غربي أم تراجع غربي؟ هو تقدم صيني بعد أن استنفذ الغرب كل ما لديه طبيعيا وماليا وسياسيا وبروباغندا، استنفذ كل ما لديه، لأن ما يبنى على باطل سيكون باطل. شكرا. إلى ما لا نهاية. الأستاذ جاد رعد الخبير بالشؤون الصينية كنت معنا من شينيانغ، شكرا جزيلا لك. فاصل ونتابع نقاش. من جديد أهلا بكم. رفضا للتطبيع، استقالة ستة من أعضاء مجلس إدارة الوحدات على خلفية مشاركة الفريق بمواجهة ناد إماراتي يضم لاعبا سبق له أن ارتدى قميص المنتخب الإسرائيلي. أحمد طه والتفاصيل. في موقف لا يحسد عليه يبدو رئيس نادي الوحدات الأردني بشار الحوامدة أمام خيارات مرة، يرغب بالتمسك بقناعاته لجهة رفض التطبيع من جهة، ويريد تجنيب ناديه عقوبات كبيرة والحفاظ على مصالحه من جهة ثانية، فخلص إلى خوض مغامرة وضعته بوجه أعضاء مجلس الإدارة وجماهير أكبر الأندية الأردنية. الوحدات قرر خوض مواجهته ضد مضيفه شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن الملحق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، قرار أثار الجدل والغضب لأن الفريق الضيف يضم في صفوفه لاعبا منتميا إلى المنتخب الإسرائيلي. خطوة كهذه تعد اعترافا بالاحتلال أو ممثليه، ولو على هيئة منافسة رياضية تروج لدعاية السلام الإسرائيلية المزعومة وتلمع الجرائم بحق الفلسطينيين. مؤنس دبور من مواليد الناصرة، لاعب منتخب كيان الاحتلال، وصفته الصحف العبرية في تموز يوليو الماضي بأنه أفضل لاعب في تاريخ إسرائيل. لم تقف مهمته عند كونه لاعبا يمثل إسرائيل،
بل وظف الاحتلال صورته لبث ما قالت عنه إنه رسائل سلام وتعايش وديمقراطية، حملة دعائية لتلميع صفحات إسرائيل وحجب جرائمها بحق الفلسطينيين والمقدسات. فكانت منصاتها تشارك صوره وفيديوهاته وهو يؤدي صلاة الجمعة، وفي جهة أخرى كانت تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى. حل مجلس إدارة النادي بموجب القانون الأردني بعد استقالة 6 من أعضائه، هم نائب الرئيس غصاب خليل والأعضاء وليد السعودي، أبو علاء العبسي، حاتم أبو معالش ومخلد الكوز وعوض الأسمر، كما أن المحترف السوري في صفوف الوحدات خالد كردغلي رفض المشاركة في المباراة. خارج أروقة النادي جماهير الوحدات اشتعلت غضباً، مطالبة في كل مكان وعلى مواقع التواصل بعدم خوض المباراة، وإلا فالمدرج الذي لطالما امتلأ بالجماهير سيغدو فارغاً. إذا الوحدات شارك في الملحق أعلن انسحابي من تشجيع نادي الوحدات. حركة BDS الأردن والمناصرة للقضية الفلسطينية اعتبرت المباراة تطبيعاً استناداً إلى معايير المقاطعة، خاصة أن النادي الإماراتي سبق أن لعب ودياً مع ناد في كيان الاحتلال، وهو ما يرفضه الشارع الأردني. للحديث حول هذا الموضوع معنا من عمان رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية الدكتور عزمي منصور. مرحبا بك يا دكتور عزمي. الموضوع بدأ، حياك الله، الموضوع بدأ يتفاعل وبدأ يكبر، ونتحدث عن استقالة 6 من أعضاء مجلس إدارة الوحدات، مشكلة كبيرة في النادي. كيف تقيم خطوة الاستقالة رفضا لمواجهة النادي الإماراتي الذي يضم لاعبا أصولا من الناصرة، سبق وأن ارتدى القميص قميص ما يسمى بالمنتخب الإسرائيلي، مع أنه أعلن أنه اعتزل عن المنتخب الإسرائيلي لأنه بات مرفوضا ومنبوذا من الجمهور الإسرائيلي، لكن المبادئ لا تجزأ، هو ارتدى القميص الإسرائيلي، كيف يفهم الموضوع؟ كيف يمكن أن نخاطب الجمهور؟ أولا تحية للميادين وللسادة المشاهدين، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى. مشكلة نادي الوحدات ليس موضوع مونس الدبور اللاعب الرياضي بقدر ما هي مشكلة مع نادي أهلي دبي. هذا النادي هو نادي مطبع، وقد لعب مع إيروني طبرية قبل مدة يعني مباراة ودية، ويضم بين صفوفه هذا اللاعب الإسرائيلي اللي من عرب 48. نحن لسنا ضد عرب 48، هذول أهلنا وشعبنا، لكن هذا اللاعب هو لاعب مطبع، وأيضا أخوه لديه نادي ويدرب إسرائيليين، ولم يعتذر أصلا عن يعني ما يقوم به من أعمال. المشكلة ليست مشكلة اللاعب، المشكلة هي المشكلة مع النادي، مع نادي مطبع. أن البعض يقول أن اللاعب مع المطبع ليس تطبيعا، نحن نقول المطبع يرفض وينبذ، والمطبع لا يكافئ باللعب معه. هذا هو موقفنا بجمعية مناهضة الصهيونية التي يعني يتعارض هذا القرار النادي أو بعض أعضاء النادي من أهداف جمعيتنا وأهداف جمعية لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع في الأردن. موقفها واضح، هو رفض هذا التطبيع ورفض المشاركة باللعب. طيب أستاذ، يعني دكتور، الآن كلامك واضح، بعيدا عن قضية اللاعب مونس دبور، لأنه البعض الذي يريد أن يدافع عن اللاعب يجد بعض المبررات بأنه بات منبوذا أو بات مكروها من الجماهير الإسرائيلية، أعلن الاعتزال، أخذ موقفا مناصرا للفلسطينيين، لكن الموضوع أكبر من هذا اللاعب، مع أنه لاعب مطبع استغلته إسرائيل في المحافل الرياضية، الموضوع هو مع النادي والموضوع هو مع فكرة التطبيع الرياضي. ما خطورة التطبيع رياضيا أو التغلغل في الرياضة لتجعل فكرة إسرائيل مقبولة، ما خطورة هذا الموضوع؟ نحن نرفض كل أشكال التطبيع الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الرياضي أو الفني، كل أشكال التطبيع نحن نرفضها. مخيل نادي الوحدات هو نادي أردني عريق ويمثل رمزية معينة،
للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي لا نريد من هذا النادي الذي يتمتع بشعبية عالية بالأردن ولديه جمهور واسع أن يمارس هذا الدور التطبيعي، رغم أن جماهير الوحدات الغالبية العظمى من جماهير الوحدات قد قامت بمظاهرات أمام النادي كانت تهتف الله وحدات القدس العربية، والوحدات ليس للبيع، والوحدات ليس ضد التطبيع. هذا هو موقف جماهير النادي، وهذا هو موقف الهيئة الإدارية، 6 من أعضاء الهيئة الإدارية الذين ذكرتهم في مقدمة التقرير. هؤلاء وقفوا موقفا ضد التطبيع، فكيف يتخذ رئيس النادي هذا القرار؟ ثم كان هناك اجتماع تشاوري قبل أيام في الفندق الموفنبيك، حضره مجموعة من رؤساء النادي السابقين ونخبة من الرياضيين ونخبة من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والسياسية ولجان مقاومة التطبيع، وكانت غالبية الآراء بالرفض. فكيف يتخذ رئيس النادي مثل هذا الموقف، علما أنه الموقف العام الرافض لهذا التطبيع؟ لا تعنينا إذا كان هناك عقوبات، الحياة موقف، والحياة وقفة عز. إذا كان أن يريد أن يأخذ وقفة عز عليه أن يضحي، لأنه مقاومة التطبيع تستحق التضحية. بمعنى أنتم لا تجدون أي مبررات لرئيس النادي بهذه الخطوة التي اتخذها؟ أكيد. طيب، كيف تقيمون المحاولات الإسرائيلية لاستغلال الرياضة؟ الإسرائيليين يحاولوا أن يستغلوا كل شيء. الإسرائيليين يحاولوا يستغلوا الرياضة، يستغلوا الفن، يستغلوا الثقافة، يستغلوا التراث، حتى هم يسرقوا تراثنا، يسرقوا أكلنا، يسرقوا لباسنا، يسرقوا مقدساتنا، يدمروا كل شيء ويسرقوا كل شيء. يريدوا أن يكون لهذا المخيم الآن، هذه حكومة فاشية تحاول أن تصفي المخيمات، تسمي نفسها حكومة الحسم، ومن ضمن قضايا الحسم هي قضية اللاجئين. هذا محاولة يعني لاختراق أو لإيقاع هذا النادي بما يمثله ورمزيته في فخ أو شرك التطبيع. لا نريد لهذا النادي العريق الذي يتمتع بهذه الشعبية وبهذا الجمهور العظيم أن ينجر وراء هذا التطبيع، أو تجره بعض أصوات الهيئة الإدارية للتطبيع. لا، عفوا دكتور، أنا هنا أتحدث يعني الفكرة أبعد حتى من الوحدات. فكرة استغلال إسرائيل للرياضة، هي تسرق كل شيء، سرقت كل شيء، سرقت حتى أكلة الفلافل، تقول أصلها إسرائيلي، الكثير منهم مقتنع بأنه هذا الكلام صحيح. طيب، لكن ربما أخطر هذه المناحي هي الرياضة، لأنها على اتصال بالشباب، على اتصال بالجيل القادم، وإسرائيل فعالة على هذا الموضوع، تستغل مدخل الرياضة لتحقيق أهداف تطبيعية. كيف يمكن أن يواجه ذلك؟ هذا الموضوع أبعد حتى من الوحدات والمشكلة القائمة حاليا. صحيح أنه الإسرائيليين يستغلوا الرياضة حتى إعلاميا. على سبيل المثال، هم قد يعني يأتوا بلاعب مشهور عالمي ويصوروه ويتصور مع رئيس وزراء الإسرائيلي ويعملوا دعاية من خلاله على أنه هو مجتمع ديمقراطي ومجتمع منفتح ومجتمع متسامح، وتعرف الرياضة لها شعبيتها في العالم العربي، خاصة كرة القدم، ولها جمهورها الواسع ومحبيها. وبالتالي قد يكون من خلال لاعب يعني عالمي له شعبية عالمية يستغل الإسرائيليين هذه الرياضة دعاية لهم. نحن لا نريد هذا التطبيع الرياضي بأي شكل من الأشكال، لأنه مدخل إلى تطبيع آخر، هو ترويض نفسي للجماهير، للشباب تحديدا، وللتطبيع مستقبلا. نرفض كل أشكال التطبيع، سواء رياضية أو فرق فنية أو مطربين أو مطربات أو ثقافيين أو شعراء أو ما شابه ذلك. هل هناك برامج خاصة لمواجهة هكذا محاولات إسرائيلية استغلال نجوم كرة القدم عالميا، على غرار مثلا اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي؟ هو زار الاحتلال الإسرائيلي والتقى بنتنياهو والتقط معه صورا، ربما تكون لتلك الصور وقع على بعض الشباب، وأيضا من مدخل يعني اللاعب مونس دبور، عربي من أصول فلسطينية، أيضا سوق إسرائيليا واستغل هذا الموضوع، فيمكن أن يستغل لاعبون آخرون. كيف يمكن أن تواجه هذه الحملة؟ ما هي الآليات الفعالة لمواجهة هكذا توجه إسرائيلي؟ نحن كجمعية يعني ثقافية بالدرجة الأولى نعتمد على الوعي
على وعي جماهيرنا خاصة بالأردن. الأردن شعبيا يرفض التطبيع جملة وتفصيلا، ويعني يقاوم التطبيع، وجماهير الوحدات على سبيل المثال هي جماهير تتسم بالوعي، وقد قامت بمظاهرات أمام النادي وعبرت عن رأيها برفض هذه الخطوة، لأنها لا تريد أن يكون هناك أي شكل من أشكال التطبيع بين النادي وبين أي جهة مطبعة، سواء كانت يعني عربية أو غير عربية. وبالتالي الموقف واضح، نحن عملنا كجمعية ثقافية، عملنا توعوي ثقافي، وأيضا لدينا بعض الأنشطة التي تقاوم التطبيع، سواء التطبيع الاقتصادي أو التطبيع الزراعي أو التطبيع الفني أو التطبيع الرياضي. موقفنا واضح، وهو يعني أولا التوجه إلى هذه الجهات بالكف عن هذه الخطوة، وإذا لم تستجب هناك طبعا آليات اجتماعية، الرفض والنبذ والمقاطعة وما شابه، إلى أن يصحوا إلى ضميرهم ويعودوا إلى رشدهم. بالعودة إلى موضوع الوحدات، لأنه الآن رئيس النادي سار على عكس ما يريده غالبية الجمهور، أيضا أعضاء مجلس الإدارة، كيف ستكون ارتدادات ذلك على النادي؟ أعتقد جمهور الوحدات يعني جمهور واعي، عليه أن ينتخب يعني قيادة جديدة. حتى رؤساء النادي السابقين كانوا يرفضوا هذه الخطوة، بعض النواب الأردنيين أيضا رفضوا هذه الخطوة. الفعاليات المقاومة التطبيع النقابية والحزبية والسياسية والجمعيات المماثلة كلها رفضت هذه الخطوة، وهناك في رفض عام لهذه الخطوة. على جماهير الوحدات، وهو نادي يتمتع بآلاف الأعضاء، أن ينتخبوا يعني هيئة إدارية جديدة تمثل توجهاتهم وتمثل رمزية هذا المخيم ورمزية هذا النادي العريق. طبعا في ختام هذه المقابلة، جماهير الوحدات التي تهتف لفلسطين وتهتف بأنه القدس عربية، أيضا نوجه تحية لجماهير الفيصلي الغريم التقليدي في الأردن للوحدات، وهي أيضا جماهير عربية وتتمسك بالقضية الفلسطينية، حتى فقط لا يزعلون علينا. حتى الفيصلي يرفض التطبيع، وتحية لهم أيضا. شكرا جزيلا لك الدكتور عزمي منصور، رئيس جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية، كنت معنا من عمان على هذه المشاركة. الشكر موصول لكم مشاهدينا، نقاش انتهى، في أمان الله.